نحن لا نحاول احتلال سوريا أو أي بلد آخر، فقط نحاول توفير بيئة آمنة وأن نحارب منظمات إرهابية من أجل تحقيق أمننا ومن أجل أمن إخواننا أخواتنا الذين يعيشون في سوريا، سواء كانوا أكرادا أو تركمانا أو عربا. وراء حلول سياسية في سوريا، وندعو إلى استعدادات من أجل انتخابات جديدة ودستور جديد، وصولا إلى نظام حكم شرعي في سوريا لكي يكون لنا جار أكثر أمنا واستقرارا على حدودنا الشمالية. هذا هو هدفنا.